بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى الدكتورة جميلة السلمان رئيس الخدمات الطبية للأقسام الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بمناسبة فوزها بجائزة التميز للمرأة العربية في مجال الطب للعام 2020 لجامعة الدول العربية. أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن صادق تهانيه للدكتورة جميلة السلمان لما حققته من فوز مستحق نظير جهودها المتواصلة في القطاع الصحي بمملكة البحرين ودورها وإسهاماتها في المجال الطبي وما قدمته من عطاء مقدر ضمن الصفوف الأمامية في مواجهة تحدي فيروس كورونا عكس كفاءة وتميز المرأة البحرينية، ومؤكدا أن الكفاءات والطاقات التي يسخر بها فريق البحرين والتي تعمل بإخلاص وتسعى للتميز في مختلف الظروف هي مبعث فخر واعتزاز دائم، متمنيا سموه للدكتورة جميلة السلمان وكافة الكوادر الطبية دوام التوفيق والنجاح والمزيد من التميز في خدمة الوطن.